السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. داوم على لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا سر عجيب في كشف الكرب ونبأ عظيم في رفع المحن. لا تتأثر من قول القبيح وكلام السيء الذي يقال فيك، فإنه يؤذي قائله ولا يؤذيك. سب أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك، لأنك أصبحت شيئا مذكورا ورجلا أو امرأة مهمة. أعلم أن من اغتابك فقد أهدى لك حسناته وحط من سيئاتك وجعلك مشهورا، وهذه نعمة. لا تشدد على نفسك في العبادة وإلزم السنة واقتصد في الطاعة واسلك الوسط، وإياك والغلو. أخلص توحيدك لربك لينشرح صدرك، فبقدر صفاء توحيدك ونقاء إخلاصك تكون سعادتك. كن شجاعا قوي القلب ثابت النفس، لديك همة وعزيمة، ولا تغرك الزوابع والأراجيف. عليك بالجود، فإن صدر الجواد منشرح وباله واسع، والبخيل ضيق الصدر مظلم القلب مكدر الخاطر. أبسط وجهك للناس تكسب ودهم، وألن لهم الكلام يحبونك، وتواضع لهم يجلونك. ادفع بالتي هي أحسن، وترفق بالناس، وأطفئ العدوات، وسالم أعدائك، وكثر أصدقائك. من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين، فاغتنمهم ببرهما ليكون لك دعاؤهما حسنا حصينا من كل مكروه. أقبل الناس على ما هم عليه، وسامح ما يبدر منهم، واعلم أن هذه هي سنة الله في الناس والحياة. لا تعش في المثاليات، بل عش واقعك، فأنت تريد من الناس ما لا تستطيعه، فكن عادلا. عش حياة البساطة، وإياك والرفاهية والإسراف والبذخ، فكلما ترفه الجسم تعقدت الروح. حافظ على أذكار المناسبات، فإنها حفظ لك وصيانة، وفيها من السداد والإرشاد ما يصلح به يومك. وزع الأعمال ولا تجمعها في وقت واحد، بل اجعلها في فترات وبينهما أوقات للراحة، ليكن عطاؤك جيدا. انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفة والذرية، لتعلم أنك فوق ألوف من الناس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.